فرصة. عرض شركة بروجة اليوم عرض مغري جدا في منطقة أرسين، شقة ثلاث غرف وصالة في بناية أو نقدر نقول أنها مجمع متكاملة الخدمات في المنطقة الحيوية اللي موجودة فيها. حديقة البلدية اللي أنا متواجد فيها الآن موجود فيها كل الخدمات من ألعاب أطفال بالإضافة إلى الملاعب الرياضية وساحل أرسين المعروف في منطقة أرسين. أضف إلى ذلك الخدمات اللي موجودة أطراف المنطقة، المطاعم السياحية المعروفة في منطقة أرسين بالإضافة إلى قربها من مول جواهر وأيضاً الطريق المؤدي إلى أوزنقول، هذا ما يميز العرض لهذا اليوم. وصلنا جماعة الخير الشقة جاية في الدور الثاني، ثلاث غرف صالة مساحتها 150 متر مربع. أول ما ندخل الشقة الكوريدور جاي على شكل L، مساحتها زي ما قلت 150 متر مربع، ثلاث بلكونات وثلاث دورات مياه. مقابل المدخل على طول عندنا المطبخ، نشوف مع بعض المطبخ. الشقة هذه موجود فيها ثلاث وحدات تكييف في ثلاث الغرف بالإضافة إلى الصالة، وعندنا طقم الفرن راكب وجاهز والدواليب أيضا راكبة في المطبخ. منطقة أرسين معروفة أنها منطقة حيوية والموقع مقابل البحر بالضبط، زي ما قلت الدواليب راكبة، مساحة المطبخ مناسبة. تعالوا مع بعض نطلع للبلكونة نشوف البلكونة الأمامية. البلكونة الأمامية هذه تعتبر من بين ثلاث البلكونات، البلكونة الرئيسية اللي واجهتها على البحر إطلالة على الحديقة بالإضافة إلى الإطلالة الجزئية اللي من بين البنايات نشوف البحر. مسافة جدا بسيطة وإحنا على ساحل بحر أرسين. البلكونة هذه مشتركة بين الغرفة اللي بجوار المطبخ والمطبخ، وحدة التكييف موجودة في هذا الجهة، تفتقرها الزجاج الشرائح، نقدر نركب زجاج شرائح يكون منها حماية أو عازل. بعد ما شرحنا يا جماعة الخير البلكونة وإطلالة الشقة، نشوف مع بعض تفاصيل باقي الغرف. زي ما قلت في بداية الفيديو وأنا أول ما دخلت الشقة أن الكوريدور جاي على شكل L، دخلنا البلكونة وهنا عندنا دورة المياه الأولى، دورة المياه الأولى الخاصة بالضيوف بنظام أفرنجي، مساحتها مناسبة. توزيع الغرف جاي على الكوريدور. الغرفة هذه اللي قلت أنها البلكونة تبعها مشتركة بين المطبخ وهذه الغرفة، المخرج للبلكونة من هذا الجهة. مساحة الغرف مناسبة، يسع لسريرين فردية مع ملحقات باقي الغرفة. بجوار الغرفة الثانية عندنا هنا الصالة، كمساحة لشقة ثلاث غرف وصالة 150 متر مربع تعتبر مساحة متوسطة وليست كبيرة أو صغيرة. واجهتها جاية واجهة جزئية على البحر بالإضافة إلى أنه
وحدات التكييف موجودة في الصالة وباقي الغرف زي ما شرحت سابقا. لها بلكونة صغيرة، البلكونة هذه غير البلكونة اللي كانت موجودة من جهة المطبخ. البلكونة هذه جاية جانبية تدينا إطلالة جزئية على الحديقة وعلى البحر وعلى البنايات الجانبية. هذه البلكونة الخاصة بالصالة. نطلع يا جماعة الخير نشوف باقي توزيع الغرف. يعني في البداية موجود غرفتين والمطبخ والصالة. هنا عندنا دورة المياه الرئيسية. دورة المياه الرئيسية مركب فيها السخان بالإضافة إلى الشطافات موجودة في كل دورات المياه. مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا غرفة رقم 2. الغرفة هذه أيضا مساحتها مناسبة، نقدر نخلي 3 أسرة أو سريرين فردية، ولنا حرية الاختراع في استخدام الشخص اللي بيأخذها. إطلالاتها جانبية على البناية، مساحتها ممتازة، وأيضا موجود فيها وحدات التكييف. نطلع من الغرفة هذه، نجي أخيرا هنا إلى غرفة الماستر. مساحة غرفة الماستر مناسبة، متوسط الحجم، يكفي لسرير مزدوج مع الدولاب. لها دورة مياه خاصة فيها، دورة المياه مروش مع المغسلة. تفتقر الكلوزيت، بعض الشقق يكون فيها الكلوزيت والبعض الآخر زي هذا الشقة موجود فيها مروش ومغسلة. غرفة النوم الرئيسية لها أيضا بلكونة جانبية. البلكونة الجانبية لغرفة النوم الرئيسية ما لها إطلالة، جاية جانبية على البنايات المجاورة. يعني نستغلها مثلا كمستودع، أو نقدر نغطيها بالزجاج ونخليها مثلا كدريسنج روم. بعد مشاهدتنا لعرضنا لهذا اليوم، أرجو أن الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. تجدون التفاصيل والأسعار في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.